بفضل من الله وبمجهود إخواني سعادة أعضاء اللجنة وبدعم وتوجيهات معالي رئيس المجلس ومتابعة الأمانة العامة وإعداد فريق عملها، حققت اللجنة العديد من الأنشطة في إطار اختصاصاتها ومهامها منذ بداية دور الانعقاد وحتى الآن، حيث عقدت 12 اجتماعاً وثلاث اجتماعات عن بعد، ونظمت حلقتين نقاشيتين في إمارة عجمان وأبوظبي للبحث والدراسة وإعداد التقرير الخاص بالموضوع العام في شأن الخدمات المقدمة من شركات اتصالات، وركزت ضمن محاورها على التوطين وجودة الخدمات والمسؤولية المجتمعية وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة. وقد شارك في الاجتماعات والحلقات النقاشية أكثر من 95 شخصاً من ممثلي الحكومة والجهات المختصة والمهتمين وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تم إعداد استبيان إلكتروني وتعميم على مواقع التواصل الاجتماعي لأخذ بآراء الجمهور. واعتمدت اللجنة عن بعد تقريرها النهائي في شأن مناقشة موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وذلك بعد إعادة صياغة توصياتها وتماشياً مع الظروف الراهنة، وتم إضافة عدد من التوصيات المتعلقة بالمبادرات التي اتخذتها شركات الاتصالات في الدولة لتسهيل الخدمات وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي في ظل الظروف الحالية. وقد باشرت اللجنة حالياً موضوع مهم جداً، وهو دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية، وتم إعداد خطة العمل والتي تضمنت أهم الأهداف والمحاور، وركزت محاورها على الخطة الاستراتيجية الخاصة بالوزارة والحوافز والمنح لدعم الصناعة الوطنية ومدى التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية ليتم مناقشته في المستقبل مع الجهات المعنية.